أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية تنفيذ 36 فعالية متنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري، استفاد منها 3112 مشاركا من مختلف فئات المجتمع البحريني، وشكل الحضور النسائي فيها ما يزيد على 51%، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والاختصاصيين البحرينيين في المجالات القانونية والحقوقية والسياسية والإعلامية. جاء ذلك في تصريح خاص للأستاذة إيمان فيصل جناحي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية عن أعمال المعهد في النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت جناحي أن الشهور الستة الماضية شهدت تنفيذ 9 برامج وعقد من خلالها 36 فعالية متنوعة، منها 25 فعالية تدريبية استفاد منها 884 مشاركا. ونوهت جناحي على حرص المعهد على إثراء المكتبة البحرينية بالدراسات السياسية والقانونية والدستورية المتخصصة والتي تسلط الضوء على المسيرة الديمقراطية التي تعيشها المملكة. وأكدت جناحي أن الدعم اللامحدود من مجلس الأمناء برئاسة سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وبتكاتف جهود جميع العاملين في المعهد، فقد استطاع المعهد تجاوز التحديات التي واجهته في ظل الظروف الراهنة الصعبة مع جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 ومواصلة تنفيذ البرامج والخطط المعتمدة، مستفيدا من الطاقات البشرية الوطنية في مختلف التخصصات والتي أثبتت كفاءة وقدرة على التأقلم مع هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البحرين والعالم. وحول اختيار المحاضرين والمدربين لفعاليات المعهد، أكدت جناحي أن المعهد حريص دائما على اختيار النخبة المتميزة من الأكاديميين والمدربين والخبراء من مملكة البحرين لتقديم مختلف البرامج، سعيا لتحقيق الاستفادة القصوى للمشاركين. وأشارت جناحي إلى أنه ومنذ تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 وتنفيذا لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس، فقد نجح المعهد في تفعيل العمل عن بعد من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في إقامة الفعاليات، وهو ما لاقى استحسان المشاركين وساهم في زيادة الإقبال على البرامج المختلفة التي قدمها المعهد في الفترة الماضية. وعلى صعيد الشراكات الوطنية، أكدت جناحي على تفعيل التعاون مع المؤسسات الوطنية، فقد تمكن المعهد من توقيع 8 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع العديد من مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والجامعات بهدف الاستفادة المتبادلة من الخبرات والكفاءات، إضافة إلى تسهيل عملية التوعية والتدريب لمنتسبيها.